تحف ميكانيكية تتلألأ في فضاءات متحف الكويت للسيارات القديمة، سيارات عتيقة تحكي كل واحدة منها قصتها مع حكام دولة الكويت الكرام. السيارات هذه عايشت أهم المحطات التاريخية في الكويت، وكانت شاهداً على النقلات السياسية والديمقراطية في البلاد. سيارة الدستور وصف ارتبط استخدامها في الموكب الذي نقل سمو الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح خلال احتفالات الكويت بالمصادقة على الدستور. سيارة الدستور تحفة من نوع لينكولن كونتيننتال 1962. مرسيدس 600 1969 سيارة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبد الله المبارك الصباح أحد مؤسسي دولة الكويت الحديثة وصناع نهضتها. سيارة المرحوم سمو الشيخ صباح السالم الصباح وهي السيارة الرسمية الرئاسية لسموه، يستخدمها في المحافل الرسمية والوطنية للدولة، وهي من نوع كاديلاك فيلتوود 1961 ومن أفخم السيارات الأمريكية الرئاسية. سيارة كرايسلر إمبيريا 1956 سيارة أمير القلوب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، حيث كان يستخدمها أثناء توليه منصب محافظ الأحمدي، وهي سيارة مميزة ونادرة بجميع المقاييس. مرسيدس 600 1965 سيارة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، حيث اشتهر باقتنائه أكثر من نسخة من هذا الموديل، وهي تعتبر أفخم سيارة مرسيدس صنعت إلى الآن. رولز رويس سيلفر كلاود 1956 سيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، صنع منها نسختان وهي من أندر سيارات رولز رويس في العالم.